الآن إلى مواطن آخر يتساءل مستغرباً أين تذهب أموال العراق والتخصيصات والسرقات، كما قال. وقال إن الحكومة لا تتمكن من بناء جسر صغير لعبور الطلاب، ولكن لماذا؟ نتابع. أهم شيء أكيد مشكورين الشرطة الأمنية يسدون الطريق على مود الطلاب يطلعون لجسر سحق الطفلة. وشنو ذنبها؟ أكو ناس مرضى. يعني شنو قاعد حكومة توفر لها جسر هنا حديدي؟ يعني وين شنو هاي الفلوس الفرهود الملايين المليارات؟ سوى جسر حديدي خلي الطلاب تعبر، باعها الطلاب. شوف هاي المآسي، وين تروح الطلاب؟ وهذا شارع رئيسي، يعني انت ليش تسد الشارع؟ الناس عندها مريض وعندها مراجعات ومعاملات واي شيء، وهاي من الطلاب الناس تريد تروح لها مدرسه ثانيه تريد تجي. جسر حديدي قاعد هو ما تستحوا.